ماذا عن نادر بركان؟ كان لينا منذ لحظات لقاء مع معين الشعباني، لقاء خاص لينا مع معين الشعباني المدير الفني لفريق نادر بركان من فندق إقامة الفريق ليلة مباراته أمام نادي الزمالك. نشوف ونرجع نكمل كلامنا. فينال مباراة نهائية، مباراة ضد فريق الزمالك، زوز فرق يدور لي في الآونة الأخيرة يمروا فترة انتعاشة، دونك باش يكون مباراة صعبة بالنسبة للفريقين. الفريق اللي يكون مركز أكثر هو اللي يحسم المباراة إن شاء الله. الهدف فرق معاكم في استعدادكم لمباراة 2-0 غير 2-1 أكيد؟ بكرة نشوف، غدوة يمكن نعرفوا الهدف فرق ولا ما فرقش. على كل احنا بالنسبة لنا نحسبوه انه انتصار، لأنه يعني مهم انك تنتصر في مباراة نهائي المباراة الأولى، ومش مضمون انك تنتصر حتى في ولا كان في بلادي. ممكن ساعات نتيجة 0-0 تكون أفضل، ولكن هو انتصار في في في, في النهاية. بالنسبة للزمالك يمكن يكون الهدف اللي سجلوه مطمئن لهم هما، إذا الزمالك قدر انه يسجل فاحنا عندنا الفرصه نقدر نسجله. مباراه ممكن تكون فيها حسابات تكتيكيه، نعرفوا اللي الزمالك باش يكون مسنود من جمهوره، ان شاء الله نحاولوا يعني نمروا من السيتياسيون الوضعيه. الغيابات وعوده الاصابات هتفرق معك بكره في الفاينل؟ والله يا احمد انا معناها من اللي مسكت الفريق ما فماش مرة تكلمت على الغيابات، دائما الصحفيين يسألوني على الغيابات. بالنسبة لي قوة الفريق في المجموعة، والمجموعة حاضرة، وكل ما كانت غيابات اللي نزل يلعب عوض الحمد لله. خبرتك في المواجهات المصرية ووسط الجماهير ممكن يكون لها تأثير إيجابي إن وصلتوا لعيبتك قبل المباراة؟ صحيح، ولكن ما تنساش إنه حتى اللعيبة اللي عندي متعودين بالأجواء، ربحوا مرتين، كانوا ثلاثة مرات في النهائي ربحوا مرتين معناها الكاس هذه. بالنسبة لي معناها لعبت كلاعب في استاد القاهرة وكمدرب ومتعودين بالضغط، وإن شاء الله خير إن شاء الله. البطولة مهمة لمعين، كبطولة تضاف لرصيدك بعد دوري أبطال اثنين مرتين مع الترجي؟ في مرحلة أولى لنهضة بركان، وفي المرحلة الثانية بتبيع كرصيد شخصي بالنسبة لي. عايز أسألك أخيرا عن استقبال الجماهير المصرية ليك، وفي حالة حب ما بينك وبين الجماهير المصرية؟ والله الحمد لله، هذه مش من أول مرة الحقيقة، أنا عندي حب كبير لمصر وشعب مصر، وتعرف مريت بتجربتين ممتازين مع نادي مصر مع نادي سيراميكا، الناس عرفت منهم كل الحب والتقدير. وبتبع عليك انت يا احمد خويا ما شاء الله من 2017 معرفه، وربي كتر منك الناس. سؤال اخير يلا. وبعيد عن الماتش امشي عاد. اللقاء ده يتذاع بعد مباراه الاهلي والترجي، لكن بصفه عامه كيف ترى مواجهه الاهلي والترجي؟ 50-50، والفرق الاثنين حاضرين، والفرق الاثنين يشبهوا البعض في طريقه اللعب. كانت نتيجه الذهاب أنا أعتقد.